روح لمشروع الدلتا الجديدة واللي بيعتبر واحد من المشروعات القومية العملاقة. طبعا أطلقها وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. مشروع الدلتا الجديدة ده مشروع قومي جديد للتنمية الزراعية المتكاملة لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، بيستهدف تحقيق أمن غذائي مواجهة متطلبات الزيادة المستمرة من السلع الغذائية، الحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية. مشروع الدلتا الجديدة الحقيقة بيضيف لمصر حوالي 15% مساحة زراعية جديدة، بيمتد من شمال الواحات لجنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض الأطارة، بيضم 688 ألف فدان جنوب محور الضبعة وغرب الدلتا القديم، وده بالإضافة لمشروع مستقبل مصر طبعا والمقام على مساحة 500 ألف فدان. محتاجين نتعرف أكتر على جهود القيادة السياسية، أجهزة الدولة المختلفة اللي مشاركة يعني في هذا المشروع، وعشان يخرجوا هذا المشروع للنور كمشروع زراعي قومي جديد بيحلم بيه الحقيقة كل المصريين. احنا بينضم الينا هاتفيا دكتور نعيم صلحي، مستشار وزير الزراعه للاستصلاح الزراعي والتوسع الافقي. برحب بحضرتك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب، ومحتاجين نتعرف من حضرتك على تفاصيل مشروع الدلتا الجديد، ماذا يضيف لمصر؟ كل عام طيب استاذه دينا، وشعب مصر دايما بخير، ومصر دايما بخير يا رب. يا رب، اللهم امين. طبعا مشروع الدلتا الجديدة ده أحد المشروعات القومية العملاقة اللي بيطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استكمالا لمنظومة المشروعات القومية الكبرى في التنمية الزراعية اللي بدأت منذ 2014، مشروع تنمية شمال سيناء على مساحة 456 ألف فدان، مشروع توشكا على مساحة حوالي 500 ألف فدان وبيزيد، مشروع الدلتا الجديدة اللي هو على مساحة طبعا 1 مليون فدان بيزيد بعد كده 1.5 مليون فدان. إذا احنا بنتكلم في مشروع الولد، لو ركزنا شوية على ليه المشروع الدلتا الجديدة خد حجم أكبر من المساحة وتمويل أكتر، لأن ده أحد يعني منطقة المشروع لها ميزات كبيرة جدا، خاصة إن دي قريبة من الموانئ ومن شبكة الطرق، من المطارات، قريبة على محور رود الفرج الضبعة، أحد الشرايين للتنمية الهامة اللي تم عملها مؤخرا في المنطقة الغربية عموما. ده فتح الطريق أمام تنمية منطقة الساحة الشمال غربي بالكامل، ده حقيقي. فكون إن هو في بداية نتعمل مشروع قومي في هذه المنطقة دي لأول مرة، احنا يعني وزارة هو مشروع متكامل الحقيقة في هذه المنطقة تحديدا، لكن أنا عايز أتعرف من حضرتك على الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع. دي يعني أول جهات طبعا المشاركة في بداية الأمر كانت وزارة الزراعة والصحة الأراضي لبيان مدى صلاحية الأراضي للزراعة في هذه المناطق، طبعا وزارة الموارد المائية والري، طبعا وزارة الطرق، وزارة الكهرباء، وزارة الإسكان، وزارة الكهرباء زي ما قلت لحضرتك، يعني اعتقد الصناعه والتجاره، كل ما يتعلق بالتنميه المتكامله في هذه المنطقه هيكون له دور كبير جدا، لان هو المشروع بس مش هيبقى زراعه فقط، لا ده هيبقى زراعه، فتبقى في مجمعات صناعيه قائمه على المنتجات الزراعيه اللي هتبقى في هذه المنطقه. فهنتكلم على مشروع متكامل، مش بس في انتاج حيواني، في مثلا مزارع دواجن، في صناعات قائمه على اللحوم، على البيض، محطات للفرج والتعبئه لمنتجات الخضار وخلافه، اذا بنتكلم في زراعه وصناعه وتجاره كمان لقربها من المواني. طيب الخطه الزمنيه للمشروع قد ايه يا فندم؟ وطبعا اول ما يعني تم وزاره الزراعه والصحه الاراضي عرضت الدراسة الأراضي على مساحة 688 ألف فدان إضافية للمشروع، وبيان مدى صلاحية الأراضي بدرجة عالية جدا تصل لي أكثر من 90% من الأراضي صالحة للزراعة وإمكانية التوسع في هذه المنطقة. كان معمول على ثلاث مراحل، نبدأ ثلاث مراحل، كل مرحلة حوالي سنتين أو سنتين ونص، فبنتكلم في 7 سنين أو أكثر. فسيادة الرئيس وجه بي
ضغط هذه المراحل في مرحلة واحدة طبعا، وأن جميع الجهات المعنية تبتدي تنفذ على التوازي، يعني مش كل مرحلة تبقى يلحقها مرحلة تانية، لا كله بينفذ في وقت واحد بحيث أن يبقى العمل كله على التوازي. وضغط البرنامج الزمني بدل ما يكون 6 سنين أو 7 سنين يبقى في 2 سنين فقط، يبقى أجن بيتكلم فيه أن خلال 2 سنين سيضاف للرقعة الزراعية في مصر حوالي 2 مليون فدان، منهم في محور الضبعة ومحور شمال سيناء منطقة توشكا، نتكلم في حوالي 2 مليون فدان يضاف للرقعة الزراعية خلال 2 سنين فقط، ودي أول مرة تحصل في دعم القطاع الزراعي عموما في مصر. ومصر والقطاع الزراعي عموما لازم يتوقف عن العمل خلال، انا بس عايز اسال سؤال، يعني حضرتك قلت لي 2 مليون فدان هتزيد للرقعه الزراعيه في مصر، يعني هتكفينا ذاتيا من الحاصلات الزراعيه كمصريين بنسبه قد ايه تقريبا يا فندم؟ انت حضرتك بنسبه 30% تقريبا، يعني 30% انت بتضيفي الرقعه الزراعيه مساحه جديده خالص بنسبه 30%، بنسبه 30%. اذا ده هيساهم في تحقيق الامن الغذائي، هيساهم في سد الفجوات الغذائيه بدرجه كبيره، ممكن يزود لنا بعض المحاصيل اللي هي بتصدر او فيها فائض للتصدير. لا المشروع يعني 2 سنين في ان اضافه 2 مليون فدان دول يعملوا نقله كبيره جدا في بكل تاكيد صحيح، توفير الخضروات وتوفير الغذاء وتوفير، احنا عندنا مشكله والصناعات وغيره. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نعيم مصلحي مستشار وزير الزراعه للاستصلاح الزراعي والتوسع الافقي.